الثقافات الاخرى اللي انا اراها يعني، او هم مش مطروحين، مش مش ضمن ادوات تكوين المعادله ده دايما في حوارنا، لا حتى مش بس اليابان والصين وروسيا، حتى افريقيا مثلا هي جزء نحن منها يعني، هي مسقطه من حسابات المعادله الفكريه بشكل او باخر اغلب الوقت يعني، خلينا نقول اغلب الوقت. مساله الدين، لا اعتقد ان الاصوليات اللي في العالم بشكل او باخر الدين بيلعب فيها دور، بما فيهم الهند مثلا، السيخ والهندوس وما حدث حتى في اسيا بشكل عام، وفي افريقيا جيش الرب وجوزيف كوني، وهو يدعو على دولة مسيحية ونقية تقوم على الكتاب ويقتل المخالفين معه، وصل يعني بالتالي. وفي افريقيا الوسطى بس انا قصدي في اصوليات يعني ممكن تبقى اصولية عسكرية طبعا بس في اصولية عسكرية، في اصولية عرقية وقومية، وفي اصولية قومية، وفي اصولية يعني أنا ابعد من الدين بس دايما لان احنا نعاني كثيرا من فكرة الاصولية الدينية في العالم باعتقادي، مش بس حتى في العالم الثالث اعتقد يعني، في الغرب يعودون ويطالبونه بالعوده الى ايام الرسل الاوائل يعني، وهو حتى في الخطاب الكنسي يعني. لا مش صحيح الحقيقه، مش صحيح. وصول كارتر للولايات المتحده واعلانه انه ولد مره اخرى كمسيحي عندما وصل الى الحكم، وثم ريجن التجسد الاكبر واصبح المسيح الحق، هو الذي يؤمن باسرائيل والذي يؤمن لانه يسهل عوده يعني. الحقيقه فكره اختفاء السلطة بالكامل دي خاصة في الولايات المتحدة ربما يعني تم استدعائها، لا في فرق كبير، لا يعني بس ما زالت موجودة كسلاح، مش ما زالت موجودة، بس البنية بنية الوعي الجمعي في أمريكا مش عايزينها تبقى مسجلات يعني. أنتوا خدتوا فرصتكم، خليه هو يكمل الكلام. بس معلش يا مدحت، ممكن أتكلم معاك في النقطة دي في حاجة يعني؟ المسيح حاجة بسيطة. أيوه عليه رحمة الله المفكر الجليل ناصر حمد أبو زيد يعني ملخص ما كان يسعى اليه ودفع ثمنه طبعا فعلا يعني بدون تزايد، هو الوحيد اللي دفع ثمن في هذه المنطقه وهو حي يعني، ان هو كامل لشغله نزع القداسه عن المفسر بتسع سنين تمام. واظن ان احنا ازمتنا فيما يخص الخطاب الشعبوي ده عدم نزع القداسه عن المفسر، واظن حتى لو انت بتتكلم عن الغرب بالصوره دي فهم كذا تراك بيطوروا خطابهم لاجل مصالح اقتصاديه فقط وهي صراعات اقتصاديه بالاساس، لكن احنا للاسف لا طولنا عنا بالشام ولا بأي حاجه من احنا لسه في الحضيض يعني. شكرا. استاذ جمال عشان اولا الخطاب الديني احد تجليات الخطاب العام. يعني لما يبقى في اصوليه دينيه ده معناه اساسا الخطاب العام ينضح اصوليا. فهو احد تجليات الناس اللي بتحاول يعني تختصر ان الاشكال كله في ايه؟ في الخطاب الديني، ولو يعني سرطان لو تم بتره هيتم ده ابتصار للامور. فالخطاب الديني احد تجليات الخطاب العام، لما يكون في خطاب نهضه هيظهر نهضه فكريه، لما يكون في تخلف وتراجع وانكفاء هيتجلى فيه. بس في سؤال محوري هنا، ليه حينما نقول التراث يتم اختصاره في الايه؟ في الدين، في حين ان التراث ذاته اوسع وارحب ومليء، ودي لعبه دايما بيلعبوها مع بعض. يجي مثلا ايه بتوع وزاره الثقافه عايزين يضايقوا الاسلاميين، فيقوموا عاملين ايه طابعين مثلا الفتوحات المكيه لابن عربي او يطلعوا الف ليله وليله، ووصلت لمجلس الشعب وجلسه كبيره عريضه على الفتوحات المكيه لابن عربي وتكفير ابن عربي وهكذا. اذا ابتصار واختصار الماضي في جانب واحد، او ابتصار واختصار الاخر برضه في في جانب واحد، زي مثلا اوروبا. احنا اتكلمنا على الكلام ده بس انا ما فصلتش في التفاصيل دي لان يعني هتاخد تفاصيل كتير. فدايما يتم اختصار وابتصار الماضي في الايه؟ في الدين. مش بس في الدين، في الدين الاسلامي. مش بس في الدين الاسلامي، في جانب محدد من الايه؟ التراث بتاع المسلمين. ما هو برضه حتى في مجال الفكر الديني، ما هو والمعتزله دولت ما كانوش يعني فكر ديني. الشيعه ما كانوش في الفكر الديني. والتصوف ما كانش موجود في الفكر الديني. يتم اختصار ليه؟ لان حولنا الماضي الى خارج سياق الزمان والمكان، زي ما عملنا لا تاريخية التراث ولا تاريخية الماضي،
ومقابل ليها ايضا ايه؟ لا تاريخيه الاخر ولا تاريخيه تراث. فيبقى هو برضه نموذج والمثال وهو برضه العدو. فاللا تاريخيه هي مرض الفكر العربي الحديث. الاشكاليه هنا مش في الماضي ولا الاشكاليه في الاخر، الاشكاليه في نوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع الماضي ونوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع الاخر. بمعنى ان انت لو حاسس ان انت مأزوم ومضطهد وفي حاله قلق وبترجع تقرا الماضي، القراءه التي ستنتج عن هذا الوضع هي قراءه ايه؟ اجتراريه، بتجتر الماضي، تبحث عن بواطن فخر فيه. فيبقى بقى ايه؟ انت حاسس بالضعف؟ ده احنا كان عندنا امبراطوريه، وكان المسلمين لما كانوا بيحكموا الاندلس، بص ده الاصول السلف يقول لك كده، كانت اليهوديه والمسيحيه والاسلام ينعمون في، وهكذا. هنا ده مش الماضي، ده ايه؟ الصوره اللي انت بتنشئها بناء على نوع العلاقه اللي انت عملتها مع الماضي. كذلك الاخر الاوروبي، ممكن اقعد اجيب لك امثله من بكره، من دلوقتي لحد بكره، على ايه؟ مظاهر التقدم والتطور. وممكن اجيب لك مثال على ايه؟ مظاهر الاستغلال والاستغلال. لانك بتحوله الى ايه؟ تختصره في جانب واحد. كل انسان منا في كل الايه؟ الجوانب دي. الاشكاليه في فكرنا احنا. ولذلك نقد عمليه التفكير عندنا مهم. لان المشكله مش في الماضي ولا مشكله في التراث قد ما هي ايه؟ في نوع العلاقه اللي احنا بنعملها مع الماضي مع التراث وكيفيه تعاملنا معه. مساله سيطره امريكا على اوروبا، يعني طبعا فيها جوانب كثيره. جانب منها انت ذكرته اللي هو ان اوروبا امريكا شاب عن اوروبا، بس امريكا بتاخد حقنه مقويات كل سنه، اوروبا ما بتاخدهاش بنفس الكيفيه. اللي هي ايه؟ ان امريكا مجتمع مهاجرين، فقدرتها على استجلاب بشر اكبر من قدره اوروبا او اليابان على استجلاب ايه؟ بشر. البشر دولت هم حقنه المقويات اللي بتجدد شباب امريكا. يعني انت لما تحسب عدد الهجرات الشرعيه، تضيف عليها حالات التبني، تضيف عليها حالات الهجرات الغير شرعيه، المجتمع الامريكي بيخش مليون بني ادم كل سنه. لما تضيف عليهم المواليد، يبقى ده تجديد امريكا شاب، ده اللي بيخليها تقدر تعمل النفوذ ده في جانب كبير منه. الركن الثاني في مساله امريكا، ان امريكا مجتمع مهاجرين، ناس انتقلوا من مكان الى ايه؟ الى مكان. داخل المجتمع الامريكي ذاته، يعني انا اقول لك مثلا نيويورك حيث اعيش، ما بين 11 سبتمبر 2011 حتى الان تلت عدد سكان نيويورك اتغير. اللي هو ايه؟ الشاب اللي طلع ودخل الجامعه وبيروح في ايه؟ في ولايه ثانيه بعد ما جاله شغلانه في مكان ثاني. فهو مجتمع يتحرك. يعني انت تقدر تقول انه لو اعتبرت امريكا دي كوتشينه، الكوتشينه بتتفند كل 10 سنين. تلت عدد السكان يتم ايه؟ انتقال. الحركه دي مش موجوده فين؟ في اوروبا. زي ما انت شايف عندنا مثلا ممكن واحد يتولد ويعيش ويموت ويقبر في نفس الايه؟ المكان، في نفس الشغل ونفس وهكذا. هناك الحاله دي بتدي سيوله، ولذلك تلاقي كل الانجازات المعرفيه في ال 20 30 سنه الاخيره الشركات الكبيره كلها تظهر فين؟ طبعا نتيجه لان امريكا لها جزء كبير من الكعكه بتاع الاقتصاد ده مهم. بس برضو لانها ايه؟ المهندس الهندي يقدر يروح امريكا، الدكتور المصري يقدر يروح امريكا. تخيل انت لما يبقى دكتور اتصرف عليه تعليم ابتدائي وثانوي واعدادي وجامعه، وهي بتاخده على ايه؟ ما صرفتش عليه مليم في التعليم بتاعه، وانت صرفت عليه وخرج. ده عباره عن ايه؟ عباره عن مال تم نقله، ثروه تم نقلها من مجتمعك الى ايه؟ الى امريكا. ادي مظهر من المظاهر. المظهر الثالث، الثروات التي يعني هناك كلها ثروات مكونه من السرقه، فتروح فين؟ في الامان.
وانا اسافر مهاجر غير شرعي واروح اشتغل عند واحد برضو ممكن يكون مصري جايب فلوسه منين؟ من مصر. والعم سام بياخد الايه؟ الضرايب. الفكره كده. نقطه اخيره في مساله امريكا، امريكا الان اصبحت مارد، قلنا هو بياخد مقويات، له رجلين. الرجل الاول هي الصين، والرجل الثاني هي الهند. لأي شركة أمريكية، أي مواطن أمريكي بيتصل بالتليفون عشان خدمة سيرفيس على التليفون اللي بيرد عليه في بنجلور إنديا. جهاز الآيباد الأولاني الصغير بتاع ده لما ظهر كان عبارة عن إيه؟ اتنين مهندسين هنود قاعدين في بدروم حتى ما فيش مروحة، اخترعوا الإيه؟ الفكرة. بس هو ما يقدرش، ما عندوش اللوجو بتاع شركة أبل. لو عمل هو حتى مش هيقدر إيه؟ يسوقه. فالفكرة جاية منين؟ من الاثنين دولت، وبتاخدها أبل وبتروح تصنع فين؟ في الصين. أخونا اللي كان قاعد في البدروم خد مليم، وأخونا اللي صنعها في الصين خد 5 تعريفة، وأبل تاخد الإيه؟ بقية $1,000. يعني مبالغ في الأرقام يعني، بس هي الصورة بالشكل ده. هي أبل صنعت؟ هي أبل عملت؟ واللوجو بالتمركزات الرأسمالية اللي اتكونت خلال القرن ونص أو القرنين الماضيين. فالحالة دي يعني أمريكا بالذات، وأنا عملت جلسة من 3-4 أيام كانت عن أمريكا بالعربي، مركزة على هذه القضية، اللي هو إزاي ننتقل من النظر لما هو على السطح، لأنك أنت بتشوف العالم بناء على تجربتك أنت في الحياة. فاحنا عندنا هنا بقى رئاسة الجمهورية لها دور، ووزارة الخارجية لها دور، والجيش له دور. فاللي بيروح بيدور على الإجابة فين؟ في البيت الأبيض، وفي الكونجرس، وفي وزارة الخارجية، وفي البنتاغون، في الكنائس مثلاً. لكن أنا أقول لك بقى إن الباور الأساسي موجود داخل مجالس إدارات أغنى 500 شركة في أمريكا. كوربوراتوكراسي. لما تبص بقى عايز تقارن وتقول لي بقى، لما تقول لي عايز تقارن بقى وتقول بقى احترامهم لحرية المرأة، وما تبصش على إنها لابسة شورت وماشية في الشارع وراكبة عربية، وإن هي كده تبقى حرة. 3% 3 من كل 100 بس اللي بيرأسوا مجالس إدارات شركات كبيرة سيدات. لو احصيت عدد النساء اللي موجودين في مجالس الادارات ذاتها 20% مقارنه بنسبتهم في الايه؟ في المجتمع. بس لان احنا بنبص على الخارجي والظاهري والباين قدامك، يا نهار ابيض، ده مقارنه الحريه بتاعت الستات هناك يعني احنا متخلفين. الواحد يركب طياره من هنا وينزل باريس او ينزل لندن او ينزل نيويورك، فيشوف الناس وتصرفاتها وسلوكياتها، فيختصر الموضوع في ايه؟ في سلوك. فلما تختصر في سلوك يبقى المطلوب ايه؟ توعيه. فانهم عاملين وزاره الارشاد، والاخوان يعملوا مكتب الارشاد، ويبقى عندنا المشير مرشد ما بيشير. لان العمليه اختصرناها في ايه؟ اختصرناها في انها سلوك خارجي الظهر. ما بنشوفش ان في ايه؟ بنيه موجوده تحت. وما اننا بقى في دار نشر، وانا اعطف الكلام ده على الدكتوره فاطمه، ان البنيه الاساسيه للمعرفه في امريكا قايمه على المكتبه العامه. الراسمال الكبير اللي كان بيدمر اتحادات ونقابات العمال هو اللي عمل في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20 بنى 10,000 مكتبة عامة. عشر تلاف مكتبة عامة لو كل مكتبة هتشتري $100,000 في السنة كتب، أصبحت دي بنية أساسية للناشر والمؤلف والقارئ. الكتاب اللي بيتحط في المكتبة العامة بيقراه 20. الكتاب اللي أنت بتشتريه في بيتك ممكن تسلفه الواحد بيقراه 2. يبقى ده ثروة واستخدامه. يعني مثلا لو الكتاب ب 100 جنيه وقراه 2، يبقى تكلفه القرايه وقفت على 50 جنيه.
انما لو احنا عندنا 10000 مكتبه وكل مكتبه بتشتري لها ب 10000 جنيه في السنه كتب، اصبحت بنيه اساسيه للايه؟ لسوق الكتاب، تفيد اللي بيالف واللي بيقرا فطول ما احنا بنتعامل مع الامور لنا على السطح بدون ان احنا نعمل ايه بقى، نعمل البنيه الاساسيه للتفكير داخل المجتمع المصري، سنظل البنيه الاساسيه للفكر عندنا قايمه على ان كله مشروع الدوله، والتعليم كله وكل الانظمه معموله عشان تطلع موظفين يشغلوا دولاب العمل بتاع الدوله. انا عايز ابالغ واقول لك ان نظام يوليو ذاته هو اكبر مفرخه لتخريب اعضاء الاخوان المسلمين. انت لما صدر التفكير داخل الجامعه ويبقى كل دور الطالب انه اكيد ويروح يحفظ ويطلع البتاع، والدكتور اللي هو له راي، ده في سنه 54 تم اخراج واستبعاد ورفض 50 استاذ. الاستاذ بياخد 20 سنه في التخريب، لما تفرق ما تفرق 50 يبقى 1000 سنه خبره اتحطوا على الرف بقرار من ضابط الركن رهيب. ده عمل نوع من تأميم التفكير داخل الجامعة، فبتخرج طالب اللي هو ايه بقى؟ بيسمع ويطيع. هيروح فين؟ عضو عامل في الإخوان المسلمين. ولذلك كل أعضاء مكتب الإرشاد الكبار خارج التعليم الحكومي المدني ده أستاذ دكتور في طب وهندسة وصيدلة مش بتكلم على السلبية، أنا بتكلم على إيه؟ عندهم فكر وعندهم برضو وعي وعندهم إدراك رايحين فين؟ كتنظيم أنا بتكلم على بلد، أنا بتكلم على بلد. طيب مسألة مثلا يعني النقطة اللي أنت ذكرتها هناك على مسألة الشباب ودوره ويعني هم لما هجدوا الخطاب الديني الشباب هيسمع له؟ مش هيسمع لحد. بس لأنك أنت بتبص للدين على إنه الممارسات، الصلاة والصوم والزكاة، مش هيصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل الطقوس. بس بنية تفكيره تصوره للعالم هي البنية الإيه؟ الدينية. هو طريقة تفكيره مش هتتغير، الممارسات لأن هي ده اللي أنت بتشوف الظاهر. ده مش هنقعد برضه زي ما صديقي العزيز الحاج فكر أندراوس هو يقول لي إن هو إيثيست، وإحنا لما نتكلم في الدينية بقول لك إن شاء الله بإذن الله، طب أنا هتصل بيك موجودة في إيه؟ ده بحكم موجودة في لا وعينا، في لا وعينا، حتى لو أنا مدرك على مستوى الوعي، على مستوى اللاوعي إيه؟ موجود الله رابط رابط موجود في ايه؟ في حياتنا. في بلتين بدون التعامل مع ما في داخل عقول الناس هتظل العمليه عمليه ترقيع. بغض النظر بقى المثل اللي انت جايبها باسم التقدم او باسم الاصاله او باي، اذا ما ابتدناش من اللي داخل عقول الناس سنظل نرقع ونرقع ونرقع. عدم حضور الناس وده مرتبط بغياب الفرد، لان تجربه التحديث عندنا قايمه على ايه؟ جايه من فوق، فالناس مجرد اداه. المثقف ايضا انت لقدت فكره المثقف، بس وانت بتتكلم انت كمان اتكلمت عن المثقف، اتكلمت عنه. المثقف هنا عندنا اشكاليه في النخبه انها شريحه صغيره ضعيفه اقتصاديا واجتماعيا، فلذلك ايه؟ مهمشه، ولانها استبعدت انها تتواصل مع الناس وكل تركيزها على السلطه، فكل سعيها انها ايه؟ تصل من خلال يعني تحقق احلامها او دورها او من خلال سلطه الدوله. بس في جانب اساسي من الموضوع ده، ان المثقف ذاته مأزوم، مش قادر يخرج بره القالب اللي وضعته فيه الايه؟ السلطه. ليه؟
لان ما فيش ولا مفكر ممكن يعيش من داخل كتب. ما لان الكعكه بتاعت القرايه صغيره وكانت بتتحكم فيها لحد 10-15 سنه فاتوا. الطابع الوحيد الاكبر هو ايه؟ الدوله وناشر او اتنين من بس. دلوقتي مع الانترنت ومع دور نشر كتيره ولا اخر، بس ما زالت الكعكه ايه؟ فلو احنا عايز تعمل تغيير حقيقي لابد ان نوسع كعكه القرايه. ازاي؟ بدل ما يبقى الموضوع قايم بس على بيع وشراء كتب، يبقى قايم على تاجير واستعاره واشتراك في الايه؟ اللي هي الفكره اللي عملها كارنيجي في امريكا بانه عمل 10,000. احنا ما عندناش حد هيعمل من الرقص او الرقص ماليين حاجه من الحاجات دي. فنرجع تاني، اذا احنا لازم نبني بنيه تحتيه للتفكير مش مسيسه من قبل الايه؟ الدوله، ولا مسيطر عليها من قبل رجال اعمال يمسخوها ويحولوها لمجرد ايه؟ قشره من الخشب. ازاي ده يحصل؟ انا عندي تصور وكنت بسعى ان انا احققه، بس من انا بعيد فبيبقى العمليه كلها افكار، اذا ما كنتش موجود مش هيتم. اللي هو لو سعينا لخلق 1000 مكتبة أو مكان لبيع الكتب، بس مش هكتفي بأنه يبيع الكتب، ده ممكن يعير إيه؟ كتب. لو اشتراك شهري بعشرة جنيه في السنة بمية وعشرين جنيه مثلا اشتراك، شوف أنت بتروح تشتري كتب قد إيه في معرض الكتاب؟ 200-300 جنيه؟ لو أسرة كلها على بعضها باشتراك بمية وعشرين جنيه وهتقرأ أكبر عدد من الكتب، كده تكلفة قراءة الكتاب هت ايه؟ هتقل وهتوسع عدد اللي بيقرا. بس احنا مننا كلنا، انا عايز اوصل لابقى وزير ثقافة عشان اغير، انا عايز ابقى رئيس جمهورية عشان اغير. طول ما احنا بنفكر بالطريقة دي لا هيحصل، لان السلطة دايما لما هتغير هتغير بناء على ايه؟ صالح عايزة الطالب الكيوت والمثقف الكيوت اللي هو بيجي ويقف يتصور مع في الخلفية بتاعت المشهد يعني. وأشكركم شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. هنوه إن يوم 8 في مؤسسة نصر أبو زيد للدراسات الإسلامية هكون هناك ورشة عن نصر أبو زيد والقرآن في فصل تطبيقي على سورة الرحمن وسورة القمر وسورة العلق. هيبقى شغل تطبيقي على الإيه؟ القرآن. وستكون هناك ورشة يوم كامل من الساعة 10 لحد الساعة 4 أو الساعة 5 في مركز دال للدراسات يوم 10. أنا محب شد المحاضرات، بس هقول محاضرة عن هل قصرت مناهج القدماء والمحدثين في التعامل مع القرآن، للوقوف على آخر المستحدثات في الدراسات القرآنية اللي احنا بعيدين عنها في مصر الآن، في حين ان بلد زي تونس فيها دراسات حديثة للقرآن. وكتبت على فيسبوك يعني استاتس بالمعنى ده، فدخل لي وكيل دار العلوم دكتور عبد الراضي وقال لي يا أستاذ جمال وانت جيت لنا في دار العلوم؟ احنا قلنا لأ. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا موصول لدار العلوم الدكتوره فاطمه لاستضافتها لهذا الحوار. انا سعيد بهذا اللقاء، وقوموا لاعمالكم وننصركم وكل هتضحي بالجهد.